غادي نقابلك مو غادي جيت نشد سطالة ليه متخطرش فيه هادا يساز جاملنا استناو كابتين لهنا تو بيه معاكم شافة شافة؟ بيه مع اللي بيه وخير مع اللي خير وانتي زاهي معاك ولا خايب معاك؟ كل مرة كيف بيه؟ حسب ما شفت بيه معاك عبدو وي وانت تحب توصل ايه الويه نسي العكس ايه عبدو راني اكبر منك وراني حافظاتك مالك خاطر تصرفاتك انت وياها ما نعرفش بيزار تصرفاتك معاك مش كيما الخدامة الاخرين لا يعني اصلا انا ما عنديش ثقه في الرجال ما مش اول مره ما نصاحب ولا نحكي ولا هاي قائم صاحبتي صار ليه ايش نوه مالها والله ليه اما هو كم ما نعرفش ما زلت مش عارفه روحي مره نقول فما ما اسمع لك فما ليه يكلم فيا ويحكي معايا وكلها في نفس الوقت علاش انت ليه نسال وبر عبدو مش معناها مشيت قعدت معناها خمس سنين غادي باش نجي ما نعرفكش نعرفك من عينيك ايوا قداش عندك تخدم معاه؟ ايه نخدم من قبل مش حتى مع هو ما تعرف برشا فازيت قال صاروا في سويني علاش ما نعطيش حتى ثقه هذيك عمناول وتعمناول شفت مالك على الطفله نحكي لك شو معناه في منت الباقي وطيحت صغير والدنيا عش ما تشير الثقة هاتي كل مرة تسمع حديثة ما نعرش نجميش لتعطي ثقة في حتى حد كل مرة ويتلمط في طفلة اتفهم بشكون حاجته بتعرف كل الكرب العربي كما كيكا اما محلي بالله بالله كامل Yeah.